السلام عليكم الإخوان. السلام عليكم الإخوان، دائما داخل الوطن وخارج الوطن، تحية دائما الأحرار والحرائر، تحية الناس اللي كيتابعوني كل سبت، تحية الناس اللي هما كيعتبروا عبد المولى ولدهم، تحية الناس اللي دائما كيسولوا على عبد المولى، تحية الناس اللي دائما تابعوا وساندوني وساندوا ولدي من البداية ليومنا هذا. كنشكرهم دائما جزيل الشكر، دائما كنوجه لهم التحية وكنقول لهم شكرا 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 بزاف. عبد المولى دائما كما كنقول لكم راه ولدي وولدكم، دائما عبد المولى راه محتاج ليا ومحتاج ليكم. عبد المولى دائما حنا واقفين بالجهد ديالكم نتوما، بالتضامن ديالكم نتوما. دائما انا دائما كما تبعتو وكما شفتو معايا ما كنتش غندير هاد اللايف، ولكن كما تبعتو معايا وكما دائما وعدتكم بان كل سبت غندير لايف في الصفحة لان الناس كيتابعوني فيها، وبزاف نتاع الناس كيستناو الجديد نتاع عبد المولى. عبد المولى دابا انا بدلت حيت عبد المولى دابا فيه الحريق، مبغيتش نشعل عليه الضوء، عفوا هذا هو اللي لا اله الا الله. عبد المولى دائما راه محتاج لكم، عبد المولى راه دائما كيعاني كما شفتوا معايا الاخوان. الجديد نتاع هذا النهار، الجديد نتاع هذا النهار هو انه عبد المولى كما تبعتوا معايا نهار الاربع كنا ديناه الموريزكو كما شفتوا معايا وكما كتبعوا معايا، دائما كيديونا هاد الناس شفاوي وكيردونا شفاوي. لورا الصوت، كنتمنى الصوت يكون مزيان حيت انا بدلت البلاصه، حيت عبد المولى ناعس وفيه الحريق ما بغاش نهضر قدامه ونشعل عليه الضو. كنتمنى الصوت يكون مزيان. كنتمنى الإخوان يعطوني واش الصوت مزيان. كنتمنى الإخوان الصوت واش مزيان يعطوني إشارة بأن الصوت مزيان، حيت الأوراق كتبت لي الصوت. الصوت ضعيف، كنتمنى الصوت يكون مزيان. كنتمنى الإخوان يسمعوني مزيان حيت أنا مبغيتش نشعل على عبد المولى الضو لأنه فيه الحريق دابا ما يخلينيش نكمل اللايف. الصوت والو، نحاول نحيد الكام. كنتمنى دابا يكون الصوت مزيان. مزيان، شكرا الاخوان. وكما قلت لكم عبد المولى دائما راه محتاج لكم كما تبعتوا معايا وكشفتوا معايا. عبد المولى ديناه الموريزكو داون هاد الناس الشفوي، ولكن كي مشينا تمنيت يعني داكشي يكون كما بغيت انا وكما بغيتو نتوما، باش عبد المولى ياخذ حقه في العلاج، باش عبد المولى ياخذ حقه في التطبيب. ولكن تما مع الاسف الشديد راكم شفتو معايا، حيت كنت بغيت درنا اعتصام انا والابن تاعي، لانه الابن تاعي كما كتشوفوا مريض، عبد المولى كان فيه الحريق. انا يا لا حول ولا قوه لي الا بالله العلي العظيم. انا ما كنلومش هذاك المدير تاع المستشفى تاع الموريسكو ولا هذا المستشفى هذا ولا المدير حتى تاع الجامعي، ما كنلوموش. علاش ما كنلوموش؟ حيت الاخوان حتى هادو كنعرفهم بانهم غير التليفون هو اللي جايهم، صراحه كيتضامنوا وكيحسوا، ولكن حتى هما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ما عرفتش هاد الانسان دائما هو اللي كنعيط عليه، هو اللي كنوجه له النداء، هو اللي كنوجه له الرسائل ديالي، هو اللي كنوجه له هاد الكلام ديالي. علاش ما بغاش يعطي الاوامر باش عبد المولى ياخذ حقه؟
حقه في العلاج، علاش ما بغاش يعطي عبد المولى التقرير الصحي الكامل ديالو؟ كما تبعتوا معايا درنا واحد الاعتصام تما، شبه اعتصام لانك يعني غدير اعتصام كامل، ولكن مع الحمد لله يعني عبد المولى حيت كان فيه الحريق بزاف زاد عليه الحال، عطاو ليا واحد شبه ماشي تقرير صحي هذاك اللي شفتوا معايا حيت درت لكم اللايف تما، ولكن هذاك راه ماشي التقرير الصحي ديالو كامل، هذاك راه غير شبه تقرير، لانه لي ريم ديالو ما عطيناش ليا، لي فوتو نتاع لي فوتوغراف نتاعو ما عطينهمش ليا، السيدي اللي كيديروا به الناس لي ريم ما عطيناش ليا، باقي لحد الساعه ما عطاوهاش ليا. انا هاد الناس كنقول لهم بان عبد المولى راه محتاج للعلاج، عبد المولى راه باغي يتعالج، انا يا ما بغيت حتى شي حاجه من هادشي اللي كندير، هادشي كامل هاد اللايفات دائما كنقول لكم بان هاد اللايفات هاد الوقفات هاد انا ما عنديش علاقه، هادشي اللي كنديرو انا ماشي عندي غرض بالشهره ولا عندي غرض بشي حاجه غنديرها، انا عندي الغرض ديالي هو ولدي انه يوقف يتعالج، نعيش انا ووليداتي بسلام. كيفاش بغيتوني انا نعيش؟ هاد الناس راه ما كيحتاجوش صغير ما محتاجين صغير عبد المولى، راه حتى انايا حابسيني معاهم، انا يوميا كنعيش هذه هي الحياه ديالي انا وولدي، ما بالك بالاخر؟ حنا كاملين ضيعونا، ضيعوا عبد الناصر، ضيعوا عبد المولى، ضيعوني انا كأم، انا ما عنديش الحياه اللي كتعيشوها نتوما، انتوما دابا عايشين واقفين معايا، جزاكم الله خير الجزاء، كتاسفوا لي ولكن غير كتقطع اللايف نتوما، كل واحد كيمشي كيعيش الحياه ديالو الطبيعيه، ولكن انايا كنعيش. يقولوا لي الصوت ضعيف، انا غنحاول ما امكن نبدل البلاصه، ما عرفتش كنتمنى ما يفيقش عبد المولى. كنتمنى حيت هانتوما كما كتشوفوا معايا راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حنا كنعيشوا المعاناه اليوميه، انا كنحاول ما امكن باش نوصل لكم هاد كنتمنى الصوت دابا يكون مزيان. كنتمنى الصوت دابا يكون مزيان حيت كما قلت لكم حنا دائما كل واحد كيمشي يعيش الحياه ديالو الطبيعيه، انا كنقطع لكم هذا هو الحيز ديالنا. عبد المولى كي كيكون فيه الحريق راه لا حول ولا قوه الا بالله، انا نعسه هنا قدامهم كنعرفوش حنا ما عندناش فرق بين الليل بين النهار، عبد المولى البارح الليل كامل ما نعش والنهار كامل ما نعش، يلاه دابا عاد غمض عويناتو، كيفاش غيكون هاد الطفل اللي الليل كامل انسان وخا طبيعي وخا ماشي مريض كيكون الليل كامل ما كينعش وفي النهار كذلك، كيفاش غيكون؟ انت الا كنتي غير خدام خدمه وما نعستيش الليل راه في النهار خصك ضروري تنعس، وخا تنعس ماشي هو النعاس تاع الليل، هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. عبد المولى راه لحد الساعه باقي كيعاني، هذوك الناس راه ما عطاوش ليا التقرير الصحي الكامل تاع ولدي، ولكن انا مع داك الشيء كامل هذاك الضوء اللي عطاو ليا راني فرحت به، لانني كنتمنى العلاج لولدي، كنتمنى بغيت عبد المولى يوقف على رجليه، انا ما عنديش هاد المعاناه اللي كنعانيها راه ماشي سهله، هاد المعاناه اللي كنعانيها انا ما بغيت حتى شي واحد يعانيها، حتى شي واحد ما بغيتو يعاني، هاد الناس راه كان كيف ما بغاو يداروا معايا، ولكن كنقول لهم راه لا حول ولا قوه الا بالله، انا عارفه الاوامر هي اللي كتعطى ليهم، سواء هاد الاطباء سواء المدير تاع المستشفى سواء كاملين عارفه بانهم هما كيتعطى لهم الاوامر، انا كنعذرهم صراحه لانني كنشوف فيهم حتى هما راه حيت هاد الطفل انا بغيتو تعتبروه ولدكم، هاد الطفل راه ماشي ولدي انايا بحدي، دابا راه ولا ولدكم كاملين، انا بغيتكم تحسبوه بحال ولدكم، الا حسبتوه بحال ولدكم بحال خوكم بحال راكو سير غتفهموا هاد الكلام اللي غنقول لكم وغتحسوا وغتضامنوا وغتزيدوا تضامنوا مع الملف نتاع عبد المولى، مع القضيه تاع عبد المولى، عبد المولى بغى غير حقه باش يعيش، بغى عبد المولى غير حقه باش حتى هو يولي يلعب الكره، بغى حقه حتى هو باش يضحك، لان عبد المولى لحد الساعه باقي ما كيضحكش، دابا من 14/3 عبد المولى ما كيضحكش، عبد المولى ما كيلعبش، عبد المولى ما كيهضرش، عبد المولى بزاف تاع الحاجات راه ما كاينينش في عبد المولى، كلشي هادشي حرموه هاد الناس من الحياه ديالو،
حنايا دائما كنقول لكم بان راه لا اله الا محمد رسول الله. انا كنشكر الناس اللي دائما هما متضامنين معايا، لانهم هما اللي مخليني انا نكون شجاعه، اللي مخليني انا بهم هما كيخليوني كنكون واقفه صامده. كنشكرهم لانهم هما بالتضامن ديالهم خرج عبد الناصر اللي كانوا معتقلينه، لان عارفه انا عبد الناصر القضيه ديالو عندها علاقه بالملف تاع عبد المولى. ولكن كنقول لكم عبد الناصر من داك النهار ما شفتوش. كيفاش هاد الام، كيفاش هاد الناس باغيني انا نكون وراء؟ راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. كيف ما بغات تكون الأحوال، كيف ما بغى يكون هذا الملف نتاع عبد الملك، أنا ما عنديش مشكل، ما عنديش، أنا ما فهمتش. أنا بغيت القضية تاع عبد المولى غير تعالج. هاد الناس بغيتهم يعالجوا ليا غير ولدي، بغيتهم غير يعطيو عبد المولى حقه في العلاج، يوقف على رجليه. هذا هو اللي بغيت دائما كنحاول ما أمكن نوصل هاد الناس. ودائما كنقول لهم راه الباب ديالي مفتوح. انا دائما كنقول لهم بانه الباب ديالي مفتوح، دائما راه كنتظر الجديد. ولكن في نفس الوقت كنقول لهم بانني انا ام مستعده ندير اي حاجه، انا ابوابي مفتوحه وصابره وكنستنى ولكن في نفس الوقت راه كنقول لكم بانني ام وراني محتاجه ندير اي حاجه ومستعده ندير اي حاجه. كنتمنى ما يبقاوش يختبروا الصبر ديالي بزاف، حيت راه حنا صبرنا وصبرنا 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. انا كنتمنى الرسالة ديالي دائما توصل، وتوصل بتمعني، توصل باش دوك الناس يفهموها، الناس اللي هما احرار، الناس اللي هما عندهم ضمير، ضمائرهم حية، هما اللي بغيتهم يفهموا هذا الكلام اللي كنوجه وهاد الرسائل اللي كنوجه، لانني انا كنوصل لهم رسائل باش يعطوا لي حقي. انا ما بغيت والو، انا ما عندي غرض لا بسياسه، انا ما كنبينش وجهي يوميا في الفيسبوك، في هذا العالم الازرق اللي دخلت ليه انايا اللي ما كنتش كنعرفه صراحه. هذا العالم اللي ماشي هو من الاختصاص ديالي، ماشي هو العالم اللي كنت عايشه فيه انايا. انا كنت ام اميه ما كتعرف والو، كتجلس مع وليداتها، كتعيش وليداتها، هذا هو الهدف ديالي في الحياه. ولكن هاد الناس بلاوني وصدقت كما كتشوفوا، اي لايف كان وقف ليه، اي وقفه كان وقف ليها، اي ندوه كان وقف ليها. علاش؟ باش ننقذ هذا الطفل اللي هما دمراتو القوات المساعده تحت سيارتها. انا كنقول لهم عبد المولى بغى غير يعيش، حنا بغينا ولدنا غير يطب، غير يتعالج. انا بغيت غير عبد المولى يوقف على رجليه، عبد المولى ياخذ حقه في العلاج، ياخذ حقه في العيش، يتعوض عبد المولى، عوضوه وصافي. مريضنا ما عنده باس. هذا هو الميساج ديالي اللي بغيت يوصل لكم. دائما انا دائما كنحاول ما امكن ما عرفتش انا، يعني كنحاول ما امكن. ولكن انايا دائما كنقول لكم راني كنعيش المعاناة، انا دائما كنقول لكم من هذا المنبر راني كنعيش المعاناة، راه المعاناة الكبيرة ماشي معاناة صغيرة. حنا كنا في واحد اللحظة لا حول لنا ولا قوة الا بالله العلي العظيم، واحد اللحظه ما كناش لاقين حتى قله تاع الماء نشربوها. تجي عندي داك الاخ اللي هو محمد بن نيس اللي كنشكره من هذا المنبر، وكنشكر كاع الاخوان صراحه، كل شيء الاخوه اللي تضامنوا معايا، سواء في الخفاء، سواء في اللايفات، سواء ماديا، سواء معنويا، سواء اي واحد اللي كان قدم لي يد المساعده، انا كنشكره جزيل الشكر، لانهم كثير كثير بزاف اللي ساعدوني صراحه. انا كنشكرهم جزيل الشكر، كل شيء اللي وقف معايا دائما وقف مع عبد المولى. عبد المولى دائما كنقول لهم، كنقول لكم بانه راه عبد المولى ولدكم، عبد المولى راه لحد الساعه كيعاني، عبد المولى لحد الساعه او وحدكم ما خداش حقه في العلاج، عبد المولى باقي ما وقفش على رجليه، عبد المولى باقي الفرحه ديالي انا كأم وانتم كاخوان متضامنين، وكعبد المولى راه ولدكم راه باقي ما كملتش الفرحه ديالنا. هذا الشيء اللي كنتمنى دائما يوصل. انا دائما كنحاول كل سبت نوصل لكم الجديد، كنحاول كل سبت نقول لكم شي حاجه اللي غتفرحني انا وتفرحكم. ولكن مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد، هذه هي الحياه اللي كنعيشوها، هذه هي المعاناه اللي حنا دائما كنحاول ما امكن باش نوصلوها. هذا هو الحياه اللي كنحاول ما امكن حتى حنا نعيشو بسلام، حتى حنا نعيشو كما كيعيشو الناس، حتى حنا ينضحكو، حتى حنا يعني بزاف تاع الحوايج حنا محرومين منهم، حنا بزاف تاع الحاجات محروم منهم. النعاس ما كننعسوش حنا نورمال، الماكله ما كنعرفوش كي داير، يعني بزاف نتاع الحاجات حارمين هاد الناس منه. ولكن رغم هادشي كامل انا كنقول لهم بان الباب ديالي باقي لحد الساعه مفتوح، باقي عطيني الله الصبر، وباقي غنصبر ومازال غنصبر. هذا هو اللي بغيت هاد النهار نوصل لهاد الناس اللي هما مسؤولين،
هاد الناس اللي عندهم الميلف نتاع والدي، كنقول لهم بان عبد المولى راه محتاج للعلاج. ما كانش العلاج ساعدوا عبد المولى باش ياخذ حقه في العلاج، سواء داخل الوطن سواء خارج الوطن. كنتمنى هاد الورقه اللي عطاو لي هاد الناس اللي عطاو لي هاد المره، لانها غير ورقه، لان ماشي التقرير الصحي الكامل نتاع والدي. كما تبعتوا معايا وكما شفتوا معايا، هضرنا لايف تماك وشرحت لكم هاشنو واقع، لانني انا ما كنبغيش ندير شي حاجه بلا بكم نتوما. اي حاجه غتوقع الا وغناخد استشاره نتاع الاخوان كاملين، كناخد استشاره نتاع الاحرار دائما. الاحرار والحرائر هما اللي كنناشدهم دائما دائما. انا كنناشد الاحرار والحرائر دائما، هما اللي كنتمنى المساعده ديالهم، لان محتاجه لهم دائما. كنقول لكم راه انا كما كتعرفوني اليوم وكما عرفتوني، غتبقى هي هاد السيده اللي عرفتوها من اليوم، واخا تيبرى ولدي غنبقى دائما هي هاد السيده اللي عرفتوني، واللي دائما هي عاشت المعاناه، واللي هي دائما ان شاء الله كنتمنى تعطيكم الجديد بالفرحان تاع ولدها وبالفرحان تاعكم نتوما، حيت محتاجين ليها حنا، وانتوما بالفرحان تاع عبد المولى يوقف ان شاء الله على رجليه. ونتمنى دائما يكون الاخوان كيقولوا لي الصوت ضعيف، ولكن ما عرفتش والله ما عرفت. الاخوان سمحوا لي عافاكم، لانني لا حول ولا، يعني عبد المولى في الاول كان فيه الحريق ما قدرتش نجلس حداه. لا اله الا الله، هذا هو اللي بغيت دائما كنحاول، لانني وعدتكم كل سبت يكون جديد، كل سبت يكون لايف، ولكن مع الاسف الشديد ما كاينش الجديد في القضيه تاع عبد المولى. الجديد تاع عبد المولى هو نهار الاربع، راه مخداونا كما قلت لكم موريزكو شفويا، مشينا دات لا لومبيلونس وقفنا، داروا له داكشي اللي هما بغاو يديروه له، بغاو يعرفوه، ولكن تقرير ما بغاوش يعطيو ليا. حتى درنا اعتصام انا وعبد المولى اللي كما كتشوفوه، بعض الاحرار اللي كنشكرهم، وبقينا تهداهم الله داك المدير، لان دائما كنقول لكم راه ما كنلوموش، اللي هو عطى لينا ديك الورقه، ولكن راه ماشي التقرير، شبه انا كنسميه شبه دويوه صغيره، ولكن حتى ديك الدويوه حنايا محتاجين ليها. كنتمنى الاحرار دائما يوقفوا معنا باش عبد المولى ياخذ حقه في العلاج. انا هادشي كامل اللي كندير ماشي انني محتاجه الشهره ولا محتاجه انني نبان ولا، انا محتاجه ولدي يوقف على رجليه. هذا هو اللي كنتمنى دائما يوقع لعبد المولى، هذا هو الحق نتاع عبد المولى في التطبيب، هذا هو الحق نتاع عبد المولى في العلاج. كنتمنى دائما الوقوف يبقى هو عبد المولى ياخذ حقه. ما فيها الحريق اختي، غير خليه، شوف راه تشد السخانه واحد شويه، واخا اختي شوف. دابا ناضت فيه السخانه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه لا اله الا الله. هذا هو حنا، هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. انا ما كرهتكمش تعيشوا معايا هذا الشيء اللي كنعيشوا، هذه المعاناه اللي كنعانيها، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا دائما كنحاول نصبر، دائما كنحاول ما امكن نبقى صامده، كنحاول ما امكن، ما عرفتوش يعني دابا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كنحاول نوصل لكم الرساله، كنحاول ما امكن. هاد الناس كنقول لهم عبد المولى راه انسان، عبد المولى راه انسان، انسان مغربي عنده حقه في العلاج، عنده حقه باش ياخذ حقه، لان انتم ما دمرتوه. انا كنحاول ما امكن باش نخليهم يفهموا بلاتي، كنحاول ما امكن نوصل الرساله، كنحاول ما امكن، ولكن باش دائما كنشوف ولدي قدامي بحال هكذا، الله يرزقنا الصبر وصافي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنشكر الإخوان، لأن راه دابا غيبقى كي ثم كنتمنى راكو شفتو الاخوان الحريق دابا. انا كنتمنى عذروني، لان خصني نمشي نعيط للطبيب، خصني نعيط لفيرمي باش يشوفوا معاه، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وشكرا ليكم بزاف، وشكرا على التضامن ديالكم معايا، وراه لا حول ولا قوه الا بالله العلي. هذا هو اللي كنعيشو حنا، هذا هو اللي كنبغي نوصل لكم حنا. انتم ما شفتو،
كنتمنى الرسالة ديالي تكون وصلت، كنتمنى المعاناة ديالنا تكون وصلت، كنتمنى التضامن ديالكم معنا. راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنشكركم جزيل الشكر. هذا هو الحياة اللي كنعيشها أنا كأم مغربية، وبالضبط كمرأة أجرادية خرجت كتعيط على حقها. هذا هو اللي عطاو ليا أنا وولادي. تحية ليكم وتحية الأحرار والحرائر. ولدي كنعتذر، ولدي ناض فيها الحريق.